20 يابا اليوم راح نقول لك هلا، ما راح نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالحالتين نسلم عليكم ونرحب بكم بيوم جديد وحلقة من برنامج المحتوى الهادف، وياني جعفر كامل، وضيفي لهذا اليوم ضيف مميز، ضيف جميل. بدينا بداية مختلفة، قلنا لك هلا، ليش؟ لأن هذه الكلمة هو اللي معروف بها. ضيف اليوم صانع المحتوى عيسى أحمد، حياك الله يا عيسى. الله محييك ونقول أول شيء المتابعين لا كلا. أنا قلتها بس مغشوشة مو أصلي. أي شلونك يا عيسى؟ الحمد لله زين بوجودي يومكم. شنو أخبارك؟ الحمد لله زين بالأحداث الحلوة اللي تصير بالعراق كلش يعني، واللي نشوف بها حالات إيجابية كلش تصير من ناحية مشاهير المشاريع وغيرها. عيسى أغلب الناس حاليا عرفته، لكن أريد من لسانك من عيسى. عيسى خريج كلية علوم الحاسبات ونظم معلومات الثاني على دفعته. عيسى شاطر ما شاء الله. مواليد 97. اي لك هلا. عيسى خريج 2019، اشتغلت بمجالي لفترة معينة واشتغلت بغير مجالات ايضا. مرت الأشهر ومرت، فقررت أنه أترك الشغل بالشركات الأهلية وأرجع أسوي اللي الشيء اللي أحبه قبل دخولي للكلية، اللي هو أصور حياة الشارع. تصور حياة الشارع بهذه الصورة البسيطة. أي. تمام. زين عيسى، هو سؤال شوية محرج. أي. طريقة تصوير عيسى، طريقة طرحه للموضوعات، طريقة مونتاج، هذه الصورة البسيطة اللطيفة، نقدر نقول عيسى مبتكر إلها أم أكو تجربة سابقة كانت طارحة هذه الموضوع؟ يمكن ما تتخيل، بس هي كل شيء صار عفوي. شلون؟ يعني ما الموضوع مو مقتبس من أحد أبدا؟ ما مقتبس ولا معد إله ولا يعني شفت أحد سوى هيك وسوى. أنا أحب أنوه أنه الاقتباس أبدا مو شيء غلط، بالعكس أنه أكو مؤسسات كاملة، أكو قنوات كاملة انبنت على أساس قنوات أخرى، فالموضوع هذا مو ذم أبدا، لكن المعلومة فقط. نعم، يعني هاي الأمر هواية ما يعرفوه راح ينطرح هنا، أنه هاني بديتها بتليفون خربان، انه هو المايك مالته ما يشتغل. في السويت قررت اشتري مايك حتى اصنع محتوى تسويقي، يعني بمجال التسويق الماركتينج. ما كان عندي انه ها ارجع اصور بحياه الشارع وغيرها. المهم جبت المايك حطيته على التليفون، ستاند موجود عندي، فقلت اني ليش ما اطلع هاي اللقطات اللي صورتها اجي اسوي عليها فويس اوفر تعليق صوتي. وطلعت صورت اول فيديوهات بالاسواق الشعبيه، ورجعت رهمت اللقطات منتجتها ونشرت الفيديو، حطيت صوتي عليها نشرت الفيديو، وقلت لك هلا وبكل عفوية. نشرت الفيديو أول شيء، أول منصة كانت على التيك توك. حلو. شفت ردود الأفعال من الناس وتقبلهم، ناس حبت هذا الشيء، تقبلهم بشكل رهيب ما متوقع. أني سويت الفيديو الثاني الثالث الرابع بنفس الطريقة وأماكن جديدة ما حد شايفها، أشوفها بمنظوري فقط، وإلى أن صعدت وصرت اليوم هذا اللي أنا عندي. زين، قبل كانت عندك يعني أفكار أن تصير صانع محتوى؟ هذه كانت تجربة وهي شيء قبل أنا شلون بدت الصفحة أصلا، يعني كيوميات بغدادي بالفيسبوك، أنه أنا في اليوم سمعت قصة يقول لك العراق إجا سائح أجنبي للعراق وتفاجأ أنه أكو مطار بالعراق، فأني ضجت شخصيا، قلت أني راح تكون علي مسؤولية ورسالة أوصلها العالم. أنه أوصل رسالة للعالم أنه العراق مو مثل الشيء اللي تشوفوه بالقنوات الإعلامية الإخبارية العالمية اللي تنقل يعني أغلب الأخبار مالت سلبية. فسويت الصفحة بإيش وقت ب2014 يوميات بغدادي، كان قبلها مو محتواي، يعني كان قبلها أنه أنا أتعاون ويا مصورين بغداد والعراق وأنشر المحتوى الإيجابي اللي جاي يصوروه هم من فيديوهات وصور. بعدين اتطورت وقلت وجدت فترة من الفترات دا أبدي أصنع محتوى أصلا للأسواق الشعبية، بس صار عندي ظرف معين وب 2017 وتوقفت إلى أن بديت فعليا بنهاية 2020 أصنع هاي الفيديوهات. بنهاية 2020 بديت تصنع هذا الرتم من الفيديوهات. الرتم السابق شنو اللي ما خلاه ينتشر مثل ذني؟ ها الرتم السابق انه انا كنت اوكي اطلع اصور،
يعني بكتها يعني أنا شنو اللي وقفني، صار موقف يعني وأني ما أعرف. فنزلت بساحة الوثبة دا أبدي أصور سوق الصدرية وشارع الجمهوري، فأني ما أعرف واقف بالساحة، رفعت التليفون، تدري هناك القوات الأمنية منتشرة. فأني ما أعرف، طلعت القوات الأمنية بالتصوير، فأكيد شافوني هم وقالوا لي ممنوع التصوير. فأنا صارت عندي ردة فعل إنه بعد ما أصور، لأن تخوف ردة الفعل بالشارع، يعني شلون أصور؟ ما عندي هاي الـ 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 يعني الخبرة بتصوير الشارع. فصارت عندي ردة فعل، توقفت يعني، وراها رجعت، لا عرفت الشارع شلون أصور بيه، شلون أتعامل ويا الناس، شلون ما أخاف أرفع الكاميرا بالشارع، شلون ما أنحرج، شلون إذا أريد أصور محل أستأذن منه وإلى آخره. إحنا مستمرين هناك عيسى، وصلت الحمد لله لمستوى جيد، مستوى لطيف. لكن نأخذ فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا. مستمعينا ولازلنا وياكم بحلقتنا من برنامج المحتوى الهادف، أني وعيسى أحمد اليوم صانع المحتوى اللي قدر يحقق هذه الشهرة، قدر أن يحصل قاعدة جماهيرية بأسلوب بسيط، بأسلوب مختلف، بأسلوب نقدر نقول ما مكلف أبدا وما متكلف به هو شخصا. صح. أبدا. عيسى بديت وصلت الحمد لله. الحمد لله. من بديت الحد ما وصلت، منو كان داعمك بهذه المسيرة؟ نعم، طبعا بالبداية يعني هو إيش قد ما كان المحتوى بسيط وخفيف، يعني ونشرته كلها استغربت، يعني حتى القرايب وإلى آخره، بس من شوية شوية شافوا النتيجة، يعني إنه شنو النتيجة، إنه ردة الفعل الإيجابية من الناس كلها صارت وياي، يعني من الأهل، من الأقرباء، وأول ناس صراحة وقفوا لي يعني كمحتوى ويطلعون لي أصدقائي. أصدقائي يعني المقربين اثنين وقفوا وياي، وقفة يعني وقفة العمر وياي كانوا، ولحد الآن هم، ولحد البارحة يعني اللحظة يعني لو ما هم بشغلهم كانوا ما يجيبوني للمكان. فيعني أصدقائي كانوا من أول الداعمين لي، وأكيد أهلي وعائلتي كلهم يعني وأقربائي. سؤالك على بداياتك وعيسى أوقف، احنا كوننا اليوم تقريبا بودكاست وبرنامج مفتوح غير مقيد، احنا كنا نشير الحلقة مالتنا، صحيح، لكن بسبب الوقت مال الحلقة ما شيرناها، صحيح، خلينا نشيرها ونكمل لكم مستمعينا. راح اشيرها عيسى هسه. سوي لي شير هسه، يلا راح اكتب من إذاعة، من إذاعة القوات المسلحة العراقية، يلا انت اليوم ضيف من إذاعة القوات المسلحة. طبعا أحبتنا هذا البرنامج نستضيف به الضيوف اللي يكون عندهم بصمة بصناعة المحتوى الهادف. كثير من الناس اليوم تقول أنه فلان من الناس أو الجهة المحددة ما تدعم صناعة المحتوى، إنما هذا الموضوع على العكس تماما، القوات الأمنية والحكومة عامة داعمة لمن يصنع محتوى هادف، داعمة لمن يساعد الناس بصناعة محتوى، لمن يقدم شيء مفيد يمتع الناس. نشوف اليوم كثير من صناع المحتوى ما وصلوا بهذا الرتم الجيد، بهذا الرتم الهادف. نشوف اليوم حملة سابقة صارت ولا زالت موجودة من وزارة الداخلية بمحاربة المحتوى الهابط، وأكيد هذه الحملة تحاول تصفي من ساحة مواقع التواصل الاجتماعي. كمل لنا عيسى. عيسى كنا نسولف على الداعمين لك ببداية مسيرتك بصناعة المحتوى، تحدث لي عن بداياتك. بداياتي عيسى، ها بداياتي هي كلش كانت بسيطة. أطلع الصبح اللي هي من الأسواق الشعبية، ليش رجت أنا أبدي من عدها؟ لأن هي بيها تشوف الشارع واقعيا بالعراق، وتشوف أنه الحياة شلون ماشية بالضبط. فأطلع الصبح أنه أما بيوم الجمعة أو غير يوم، أنطلق لأسواق الشعبية، أبدي أصور لقطات، أبدي أنه أعيش الأجواء شلون، يعني أنا ما أروح أصور فقط، أروح أتريق، أروح أتمشى، أروح أستمتع بالأجواء الموجودة هناك، والحركة مع الشارع والباعة المتجولين والأصوات اللي يصير من هذا اللي يبيع سمك وابو المخضر وابو الكبة اللي يلف قدامك يعني، فأصورها كلها وأرجع يعني ساعة ثنتين تقريبا، أبدي أمنتج اللقطات أراهمها وأخلي عليها الصوت وأنشر الفيديو. هي كانت البدايات بسيطة يعني، بعدين أكيد اتطورت
وصار عندي مثلا مايك حديث قوي، تليفون جديد اصور بيه بوضوح عالي، اماكن جديده اروح لها. يعني حتى هم البدايات كنت انه اني اذا ما قدرت انه اروح المكان واصوره، مثلا اكو ناس كانت تدز لي اللقطات، يعني ها سويتها بفيديوين مثلا دزت لي لقطات كامله خام، واني حطيت صوتي اني منتجتها وحطيت صوتي سويت المحتوى عليه. زين كتبت انه هذا الموضوع من فلان من الناس لو هي فيديو وين صارت؟ كتبت انه هذا الفيديو جاي من فلان من الناس؟ اكيد فيديو وين صار؟ فيديو صديقي سواه يعني بملوية سامرة سويته وذكرت انه هذا من اللقطات من صديق كرار. حلو، حافظ حقوق النشر. اكيد لا اكيد. وفيديو ثاني كانت حفل تخرج مال الطلاب بنصب الشهيد، فكانت النافورة مشتغلة، يعني النافورة هاي العظيمة. فواحد هم من الأشخاص دزدي اللقطات، يعني ما أعرف أنا طالب، قال لي إحنا بهذا النصب الشهيد والنافورة حلوة، قلت له دزني ياهن وسويت فيديو، وكان الفيديو من أعلى الفيديوهات جابت عندي مشاهدات اللي ما صار من قبل، يعني الناس ما شافوا هذا الأمر من قبل. كان زين عيسى بالوقت اللي أنت ذكرت لي إنه أكو ناس داعمة لك، أكو ناس تحب اللي تسوي أنت، أي لازم أكو ناس شوية دنغوزة مثل ما يقولون، أكيد أكو ناس حاربتك، انتقدتك نقد لاذع ببداياتك. يعني هو بالبداية كانت المتابعين انه عيسى صوتك ما متقبل، قلت له اوكي اذا ما متقبل صوتي يعني عادي سوي سكيب، يعني اللي يشوف الفيديو اقل مشاهدات فيديو مليون ما شاء الله، فيعني هل معقول هذول كلهم ما يتقبلون صوتي بس يعني هم تتقبله؟ فعادي سوي سكيب. التعليقات المرات مسيئة قليلة كلش، طبعا قليلة كلش، بس أتعامل وياها بكل برودة أعصاب. يعني طبعا اللي يتجاوز هذا مرات يعني ضرب بلوك قبل، يعني هذا يعني جاي يتعدى عليك، يعني اللي يناقشني بموضوع يناقشني بمنطق أناقشه، ومرات أخجله اللي يتجاوز بالتعليقات، بس أكتب له تعليق أنه خلي المتابعين يردون عليك. والله فد يوم سويتها، ثاني يوم لقيت ردود فوق 200 رد على تعليق، وهو ضربني بلوك ماسح التعليق. اي فشل. زين هسا عيسى، هسا حسبني انا واحد ما يعرفك، اي واحد غريب، وتريد تعرف عن محتوى عيسى منه، شو راح تقول له؟ ليش تخليني اتابعك؟ شو المحتوى عيسى؟ زين ليش تخليك ليش اول شيء يعني أنا دا أعرف نفسي إنه أني حتى تسولف وياي طبيعي. أي. أنا واحد بالشارع وشفتك أنت سمعت هذا الولد معروف. أي. تعال لي قول لي شنو محتواك. أي. الله يساعدك. شارك عيسى. عيسى عيسى. أنا اللي أقدمه دائما خلينا نقول مختلف عن الآخرين، أقدم لك شيء جديد بأسلوب سريع بسيط ما يتعدى 60 ثانية. يعني أنت تشوف الفيديو تستمتع به ويخلص الفيديو وانت ما تعرف هذا الفيديو خلصان، تعيده من جديد. أنا شهد. يعني تستمتع بالمحتوى، محتوى خفيف عليك، دقيقة 60 ثانية، حلو ما يطول عليك. زين أنا شو أقدم لك؟ أقدم لك الأماكن الجديدة، شيء مميز دائما ما حد شايف، ما تشوفه يوم غيري، وما حتى إذا المكان مكرر ما تشوفه نفس طريقتي. قنعتني مخرجنا. أنا ياك نتابع. أنا فعليا نتابع كمانة، ومن الناس اللي أحب محتوات ببساطة بهذا الأسلوب الجميل اللي تقدمه به، مثل ما قلت بدون تكلف بدون ثقل على المشاهد. زين شنو فرق محتوى عيسى غير 60 ثانية عن غير محتوى يقدم اليوم؟ اليوم صنع المحتوى بالآلاف. صحيح طبعا أكثر من الآلاف حتى. من بديت قبل سنتين أكيد، يعني من تشوف شخص نجح بالمحتوى أكو الناس اللي راح تقلد وأكو الناس اللي خلينا نقول أنت أول واحد بدأ بهذا اللون. أنا أول واحد بالعراق بدأ بهذا اللون. يعني موجودة الفيديوهات القديمة شلون ممكن شلون كانت بالبداية طريقتي. أي فأكيد يطلع وراء، يعني أما مقلدين أما يطورون من الطريقة. معاي كلش احترم انه من اللي يطور من الطريق، بس المقلدين انا يعني هم كلهم وقفوا شافوا الموضوع انه ما ينجحون، لان هذا ما جايب شيء ابداعي من داخله، ما جايب شيء عفويه، ومشكلتي بيهم هم ما عندهم هدف ورساله.
هسه أنا بديت خلينا نقول أغلب الفيديوهات الأولى اللي هي عن الأكل، أغلبها ثقافتنا الشعبية الأكل أكثر شيء ينحب، وتطورت إلى أن دخلت أشياء جديدة هواية، إنه حملات التنظيف، تغطية أي حدث بالعراق يعني ما صاير من قبل وإلى آخره. المشكلة ويا الباقين اللي طلعوا حتى طوروا الطريقة إنه ما عندهم هدف ورسالة ومبدأ، هاي المشكلة الكبرى. يعني أنت مثلا إحنا الكل يجيهم دعايات وغيرها، بس المشكلة أكو دعايات تكون ضارة جدا من المتابعين، وبالتالي يعمى الكل، يعمى الكل، وإنما يعني ما عدا رخص الشخصية والمبدأ وغيرها يعني. فهذا جاء يعني مشكلتي، يعني خلينا هو كان سؤال شنو الفرق عن الباقين. فخلينا نقول أنا رسالتي وفرقي يعني عن الباقين، أنا عندي مبدأ أمشي به. يعني مثلا أنا عفت محتواي الأساسي 6 أشهر، يعني تقريبا عفته بنسبة 90% حتى أغطي حملات التنظيف اللي صارت بنهر دجلة ويا سفراء النظافة أسبوعيا. كان يكلفني صناعة الفيديو يوم أطلع وياهم حملة، يوم أنتج، يوم أنشر، وأنا يعني موجود يعني شفتك وقت، يعني أوصل مرحلة من التعب رهيبة. فأني ما شفت لحد الآن أم مشهور أو صانع محتوى يهتم لمصلحة المصلحة العامة، مو بس مصلحته الشخصية، يحب الناس، أي يحب غيره، يعني يحب يسوي شيء. يعني هاي الأمور كلها، الحملات هاي ما داخلنا بيها شيء، بس أني أريد أغير شيء ولو درجة بالمجتمع، أنه كحملات تنظيف، كحملات التشجير اللي هسه نعد عليها قريبا تصير كبيرة حتى بنص الصيف، لأن اختارت أشجار جدا مقاومة. فهي هاي اللي خلينا نقول شنو الفرق يعني. زين هسه الناس إذا سولفوا يانا أي. وتحطهم قدامك ويجاوبون حسب معرفتك بيهم، حبوا عيسى أم محتوى عيسى؟ ها فاليوم سويت أني يعني إحصائية، قلت لهم أنتوا تتابعوني لمحتواي لو لعيسى شخصيا، مبادئ عيسى. سابقني بالسؤال أنت. أي. فلا كان نسبة 70% أنهم تابعيني لشخصيتي أني، لأني شنو أسوي حتى خارج من المحتوى يتابعوني إليه. فعلا هذا أسلوبك السجل، أسلوبك أي. الجميل السلس اللطيف هو اللي يخلي الناس تحبك، وأنا واثق من هذا الشيء. أحبت إحنا مستمرين وياكم ولازلنا ببرنامجنا المحتوى الهادف، وهي عيسى أحمد. شكرا. صانع المحتوى الخفيف على المعدة كلش، يا أخي ينهضم هالولد هذا. وخليكم ويانا. حبتنا ولا زلنا ويا عيسى صنع المحتوى اللطيف بما يقدمه بصاحب المضمون الجميل اللي أنا يعني متابعه شخصا وحب محتوى. شكرا جزيلا. ردة فعل أهلك بالبداية شلون كانت؟ غريبة. طبعا أكل شيء هم ما حد يعرفه، أنا وصلت 500,000 وأنا ما مطلع وجهي. 500,000 ما حد شايفك؟ أي ما حد شايفني، ما حد يعرف وراء هذا المحتوى الحلو اللي دي ناس دا تستمتع بي بس صوتي منو. خلينا نقول ان باقت الفيديوهات كانوا يحطون عليها غير اصوات ينشروها، هل قد ما حلوه اللقطات. فقلت خلاص انا لازم اطلع. اول فيديو نشرته وطلع وجهي بيه، نزلت بالشارع، الناس تصيح لي عبور الشارع هاي انت طلعت، رحت للحلاق، يعني هو كنت دا رحت للحلاق، مشيت واني اضحك، رحت للحلاق قعدت، قال لي طلعت انت والدتي تتابعك في البيت وتحب محتواك واني هم وما ندري طلعت انت. فكانت ردة فعل غريبة على فرح، وللعلم كل ما اشوف تأثيري يعني يوم عن يوم على الناس اتعجب اكثر بالفيديوهات والصور اللي توصلني والكلام اللي يوصلني على بالرسائل. سبحان الله، هو هذا القبول هبة من الله سبحانه وتعالى. والله أنا يعني أبد ما كان أنه غايتي أنه أطلع وجهي لو ما انباقت الفيديوهات. تخيل هسه إذا ترجع للمنصات مثلا تشوف الفيديوهات الأولى ما بيها أي لقطة لوجهي. زين يعني عيسى من طلعت وجهك المحتوى زاد، المتابعين زادوا وقلنا. أكيد لا، من طلعت وجهي، لا من طلعت وجهي زاد. الناس تحب تثق بيك كشخص. اليوم مثلا بيجات او من حتى اصحاب المحلات من يطلعون ويسوقون على منتجهم يصير عند الناس ثقه اكثر من ما انت بيج غير معروف. فاكيد زادت ثقه الناس هوايه وارتفعت المشاهدات. وين اصلا اكيد احب الجنب الانسانيه اللي عندك، انه انت قمت بكثير من الحملات بدون مقابل مادي. اكيد
أكيد قمت أكيد. بكثير من الحملات حسب ما سمعت انه انت تبرعا وتطوعا منك أي طوعا تروح تقدم. تحدثي عن هذه الحملات اللي أي قمت بها. هي هاي الأشياء أنه تقدم شيء للمصلحة العامة، هاي من مبادئ يعني. فأول أول حملة أنا دخلت بيها كانت هي حملة سفراء النظافة اللي استمرت لي ولحد الآن مستمرة، بس بأشياء جديدة قوية استمرت لعدة أشهر، يعني أنه نظفنا بها عدة كيلومترات من نهر دجلة، والحمد لله كانت الأمانة والبلديات كلها متعاونة ويانا، وسوينا فشي جدا رهيب يعني. وفريقنا زاد عن وحدة من الحملات عن 1000 متطوع، وسوينا الحملات بالبصرة وبالنجف وكربلاء وكل العراق تقريبا صارت الحملة مالتنا. فهاي وحدة من الحملات اللي كانت يعني على حتى اعتبرها من على مستوى الشرق الأوسط من فعلا حيث سفراء التنظيم. النظافة وصلت، أيه. وقلت لك أنا من المشاركين بها أيه. من حيث كانت أحد التنظيم عمال والترتيب. النظافة اللي شاركت أي بها، وهذا الشيء تسامحنا. أكيد شرف إن أكيد إحنا أكيد خدمنا كنا الوطن بهذه نتشرف الصورة. إنه كنا نتشرف نخدم هذا الوطن ولو بشيء يعني صغير، يعني مرينا بيه دائما على مدار السنين هو شيء استثنائي فعلا علينا، فكنا لازم نقدم ولو الوطن شيء ولو يحتاج كلمة. نحبه أي قبل كل شيء، أي 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 يحتاج نقدم له. أي والحملات الباقية يعني حملة كانت إنه حملة المساعدات، السلات الرمضانية، أطلع ويا أصدقائي همين نوزع لمناطق فقيرة كانت هي، ونساعد باللي نقدر عليه كانت. صحيح. وحملات مثلا حملات التشجير الشخصية، أنا سويت حملة تشجير شخصية. ليش؟ لأن أنا إحنا جبت لنا ياك شجرة من جهة. نعم. موجودة عندي بالبي. تمام. أي فحملة التشجير الشخصية أنا أشجع الناس إنه هم يشجرون، قلت لهم ما أريد مجموعة تجي نزرع، لأن الأشجار يحتاج لها إدامة عسى ما دائما. شجرة وحدة أي تزرعها بباب بيتك وسقيها أي يومي. أي أحسنت. الحمد لله. والآن هم مستمرين بعد حملات، وحملة دعم الصناعة الوطنية وغيرها وغيرها، وإن شاء الله الجاي جدا أقوى. واحنا بانتظار وترقب شكرا جزيلا. لجاي منك يا عيسى. عيسى هسه احنا نتفق على جزئية، اي انه صناعة المحتوى اليوم مهنة، اكيد وكل مهنة صحيح تقابل بمقابل مادي، صحيح وهذا الشيء مو غلط. تمام، اكيد هذا الشيء صحيح، وهذا الشيء نقدر نقول متفق عليه من قبل الكل. اكيد اليوم دافع عيسى الاساسي، الشعلة اللي بداخل عيسى تدفع لهذه جنبة بصناعة المحتوى، طلبا للشهرة من مادة. اهم هم خلحت شيء بدايات بكل حب سؤالي ابدا اكيد مطلع. اكيد لا لا اكيد هاي من حقك يعني. شوف حتى شلون انا بديت، انا لمده 6 اشهر اصنع محتوى وانشر، واني تارك شغلي، مجمع فلوس من شغلي الاخير اللي تركته، وبحيث اخير فيديو طلعت اصوره كان مدفوع بعد 6 اشهر من صناعه المحتوى، بدون ما افكر بربع، بدون ما أفكر أنه يجيني مردود من المحتوى، كانت 5000 فقط بمحفظتي، رحت بيها للمكان صورت، كان مدفوع الفيديو. هاي كانت الانطلاقة، وأنا ما أفكر من هالقد، بس لح الأماكن علي أنه يطلبون، ما أعرف شنو أنه أحصل فلوس، ما أنا أحب اللي أسويه. أنت بشغف. أي بشغف دائم. حلو. بشغف، أنا أحب اللي يسوي شنو بفلوس هاي، بس بعدين وعيت الموضوع أنه أنا دا أقدم خدمة لبعض الأماكن، أنه هي التعاون معها، فقلت أوكي خلي أجرب. فلحد يعني أنا ما كنت واعي، أفتح المحفظة اللي بيها 5000، رحت للمكان صورت، وانطلقت أنه صارت عندي تعاونات احترافية تفيد الناس، ورفضت تقريبا بنسبة 97% التعاونات اللي انطرحت لي، لأن ما أشوف أنه تفيد الناس. أسوي التعاون فقط اللي يفيد الناس، واللي أقدم لهم شيء يعني بي أنه وما يأثر على صيغة محتوائي. أهم شيء هذا عندي يعني. زين عيسى، اليوم إذا تحدثنا عن شهرتك، أي تحدثنا عن جماهيريتك بوسط الشارع، اليوم شو كنت نقدر نقول عيسى احتبر نفسه مشهور؟ أهم صارت الناس تشوف هذا الورد تعرفه صراحة يعني. أنا خلي نقول مشهور مؤثر، أنا أحب التأثير على الناس. من أنزل بالشارع صراحة ويقولوا لي عيسى إحنا يعني رايحين على المكان اللي رحت له البارحة، أو عيسى إحنا جينا من الخارج حتى نشارك بالحملات اللي وصلنا سنوات مجانين للعراق، بس جينا على مودك، على مود شفنا فيديوهات نشارك بالحملات. وعيسى احنا من وراك اشترينا هذا المنتج لدعم الصناعة الوطنية. ورش قد
من بدايتك بعرف صناعة المحتوى وبدت هذه الموضوع يصير؟ يعني خلينا نقول فعليا يعني انه انا من اول فيديوهات ما شاء الله من اول الفيديوهات حصلت هذا القبول من الناس. اي حصلت قبول يعني رهيب، لان انا يعني لو تقول لي هسه اقبل التعاونات والاماكن اللي دائما انشر لها، كان هسه انا سمعتي يعني حشاك جو ويا القى بالحضيض. نعم. اي بس اني انتقي كلش الاماكن او التعاونات اللي اسويها. خلي اسوي فلاش باك نرجع لي ورا هواي. رجع لي لعيسى الطفل. عيسى الطفل كان عنده بوادر يصير صانع محتوى، يعني اهلك متوقعين انه عيسى راح يكون بهذه الكميه الكبيره من المتابعين بظهره؟ عيسى الطفل كان يعني حياته يعني خلينا نقول اكيد من ما بينا مر خلينا نقول ظروف، خصوصا هذه الفترات اللي راح خصوصا من الفترات راح، خاصه مواليد 97 فعاصرت اللي صار كله بالعراق يعني، من فاكيد مرينا بظروف، انا كطفل مريت بظروف صعبه يعني من هواية نواحي، بس عيسى الطفل كان يعني إنسان مجتهد، إنسان فاهم الدنيا بغير عقلية، يعني كان إنسان مجتهد بدراسته، يطلع إعفاءات شاطر إلى أن دخلت كلية وأني همين شاطر وإلى آخره. فعيسى الطفل يعني خلينا نقول صراحة كان خلينا نقول أنا طموحي أصير طبيب واختصاص جلدية، ما أعرف ليش كان هيك طبيب واختصاص جلدية حصراً. أي حصراً ما أعرف، بس كان هيك تخيل لنفسي إنه أني أحب أعالج الناس. يعني هم أكو بوادر من قبل توحي إنه عيسى بالمستقبل راح يكون صانع محتوى؟ ما كانت أكو بوادر، إنه أنا كنت أتخيل الشهرة، بس ما كنت أتخيل نفسي مشهور. زين محيطك يعني كان يتوقع راح تكون بهذا المستوى؟ لا أبد، ولا أحد محيط ولا أحد كان يتوقع أنه أنا أكون هيك شيء، بس أنا كنت أتوقع بنفسي بنسبة 100% 90 أنه أنا راح أصير فتشي بالمستقبل بأي شكل من الأشكال، يجوز مو بالشهرة، يجوز بالتجارة، يجوز بالبزنس، يعني بغير شيء. زين واقعك اليوم اللي هو سنة 2023 كان يمثل هدفك قبل 5 سنوات؟ ممكن قبل 5 سنوات هدفي كان كلش صغير، هسه يمثل أضعاف ما كنت متخيله. أنا ما أحكي لك بالمستوى، أحكي لك بالمسار. بالمسار؟ لا أقوى كل. يعني نفس المسار؟ نفس المسار الصحيح، بس شايف تقول كنت أتخيل الطريق صغير، بس صار الطريق كلش واسع. طريق وسع. أي ودوس بيه بالمحرك يطلع قبل. هيك. وين أشوف نفسك لي قدام بعد سنة؟ شوف نفسي بالمستقبل صراحة أكثر تأثيراً، وتأثيراً بشغلة واحدة أنا أريدها صراحة، تغيير الواقع، واقع الشارع. شلون واقع الشارع؟ يعني يطلع أحد نبطل عادات إنه إحنا نشمر، هاي بالأشياء البسيطة اللي أنا أفكر بيها، نشمر من السيارة أوساخ للشارع. أريد أفوت بكل شوارع بغداد وألقي بيها أشجار عملاقة توفر ظل للشارع. ليش؟ لأن إحنا درجة الحرارة بالشارع ما بيظل تكون 50 درجة. فعلاً حزام الأخضر درجة الحرارة ويا الظل 42 درجة، يعني تقل بنسبة خلينا نقول 9 درجات. هذا طموحي إنه أشوف بغداد خضراء أكثر، يعني طموحي بالتشجير، طموحي بالحملات، هواية أشياء. فشوف على مو بس على مستوى بغداد، على مستوى العراق إن شاء الله. بإذن الله بسعيكم، بسعي الناس، بسعي كل من يستمع إن اليوم، حاول تزرع شجرة. أكيد. حاول أنه تخلي أي شيء أخضر بالشارع، وهذا بحد ذاته راح يساهم بالمستقبل أنه يخلي بغداد خضرة، بغداد حلو أكثر فأكثر. أحبتنا مستمرين وياكم، ولازلنا وإياكم ويا عيسى أحمد ولك هلا. داك هلا. لك هلا عيسى، لازلنا وياكم أحبتنا. عيسى شلون صرت مشهور؟ ها سؤال شوية عميق، شلون صرت مشهور؟ هو هذا يتحمل جوابين، عميق لمن يستقبله بعمق، صح، سطحي لمن يستقبله بسطحي. خلنا نحكي بالعميق، شلون صرت مشهور؟ سويت الشيء اللي أحبه فقط، سويت الشيء اللي أحبه هيك صرت مشهور بالنسبة لي. ويا الناس شلون صرت مشهور؟ صورت
اللي هم ما يصوروا. صورت؟ أنا ما أتفق. كل شيء صورته أنت مصور. لكن كان باختلاف منك. أي قصدي عفوا النظرة اللي أنا أشوفها بالموضوع. بالضبط الزاوية اللي شفتها. أي. احتمال هذا القلاص أنا باوع على أشوفها ما حلو. صح. لكن عيسى يجي باوع على نظرة مختلفة. صحيح. يباوع على بنظرته الفنية. صحيح. طلع شيء لطيف. مثلا أكو فد يوم طلعت 3 مرات للسوق حتى أصور فد لقطات معينة. تخيل ثلاث أيام أصور بلقطة معينة ودمجت لقطات من عدة أماكن وصار فيديو رهيب يعني. فهي هاي النظرة بالتصوير اللي تختلف عن الباقين. يعني أنا أخرج الفيديو كاملة من تصوير ولقطات من مونتاج من أرجع للبيت من فويس أوفر والمرحلة النهائية المونتاج ويا الفويس أوفر يعني إخراج كامل أطول يعني إنتاج كامل حتى أطول بأقل فيديو بأقل فيديو 5 ساعات أقل فيديو 5 ساعات مونتاج. والله أنا بيظني إنه 10 دقائق مونتاج. لا مجرد لا 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 ما عدا التصوير اللي أطلع يوم كامل أحرق يوم كامل إنه لأن أمشي هواية فأرجع تعبان كلش. فعلى اليوم الثاني أسوي المونتاج اللي هو بيوم المونتاج ما أطلع من البيت طبعا أبقى بالبيت لأن أطب انذار آني مقفول الباب قدامي الميز وأبدي أمنتج يعني أطول بيها من حد ساعة خلينا نقول 5 لحد 10 ينشر الفيديو بهذا القدر من الاهتمام وبهذا القدر من الأهمية اللي تعيرها لصناعة المحتوى عمل أم هواية؟ أنا ما أقول عمل وهواية يعني نقول يعني صراحة السوشيال ميديا صنعت لي فرص عظيمة كعمل كعمل وكمثلا أبسط شيء يوم معرفتك لو ما السوشيال ميديا أنا ما أعرفكم ما أجلنا فصنعت لي علاقات وعمل جدا عظيم فصارت دا أسوي شيء لأحبه يعني مهنة وعملي هواية وكل شيء لي صارت دافعك هذا الأساسي والشعلة اللي بداخلك اللي دفعك أن تقوم بهذا العمل هي نقدر نقول هوايتك أم كينونتها كعمل لا بالبداية هواية هواية ومن عدها يصير العمل صراحة زين يعني. احنا نتفق عيسى اليوم احنا جل من لا يخطئ أي. كنا خطائين كنا محتمل أنه نخطئ بيوم من الأيام أكيد هم أكو فيديو سويته وتندمت عليه أي بداياتي عن صراحة أنه أنت تعرف مندفع وتسوي فيديوهات هواية الحمد لله أنا ما سويت فيديو يضر الجمهور بس سويت فيديوهات الناس كانت ما تستاهل يعني واعتبر من هذا خطأ يعني مثلا خلي نقول شلون واحد من الأماكن سويت له فيديو كان يعني مو بالمستوى اللي أنا أروح أسوي له فيديو يعني أنا وقعت بيها لو مرة لو مرتين بس الحمد لله بعد كان كل شيء أحسب له 1000 حساب يلا أروح قمت أحس بالواحد من راسني يريد مثلا شغل أو المكان اللي أروح أصور له قبل أحس بي أنه هذا هل يستاهل وهل فائدة للناس يطلع أم لا فوقعت أكيد بالأخطاء وتعلمت من عدها وهذا الشيء مو عيب العيب تستمر بالخطأ بس ما تصلح بس الحمد لله يعني اليوم إذا جاك واحد شاب بداية حياته وهذا الجواب أصلا يعني عذرا لكن يحتمل الجوابين أو الكفتين الميزان والحالتين صحيحة مو غلط لكن تعتمد على المقابل إذا جاك اليوم شاب عنده مشروع استوى بادي بي وقال لك أنا ما عندي إمكانية أنه أعطيك أجور إعلانك تسوي الإعلان مجاني مسوي أنا مسوي المصانع مستعد تسويها ومستعد مسويها أصلا ما شاء الله مسويها مسوي المصانع يعني آني بدون مقابل بس دعما لهم واستمروا أمانة ومسوي الشباب والحمد لله دول الشباب كبروا وفتحوا أماكن أكبر كل منها أي فمسويها من قبل ليش يعني أنا متأكد اليوم دا سويها للمصلحة العامة هذا من يكبر وهو أنا طبعا قبل كل شيء أشوف هل شغله صح يستحق الدعم يستحق من هذا راح يكبر راح يفيد الكل شلون يفيد الكل تقديم خدمة زينة ما موجودة عند الباقين صحيح. أنا أفكر للبعيد بهذا الشيء بمعنى الجواب إن كان يستاهل هذه الخطوة أنه أدعمه مجانا فأدعمه أول الداعمين ولا أكو أني أكو ناس تلح علي أسابيع بس أقول لهم ما أقدر أقدم لكم شيء صدقوني بس أكو ناس بس نفس الوقت يعني مستمعين يسمعون اليوم مو أي واحد يروح عند بزنس عند عمل يروح لعيسى يقول له مجانا لا صح. هذا الشيء ممكن أكيد. عيسى كذلك عنده حد محدد وقيمة للي يقدم يعني أنا وهذا الشيء مو غلط نهائيا اليوم عذرا عيسى يحكي كثير من الناس تقول لك فلان يأخذ فلوس لا هذا الشيء مو أبدا عيب
أنا هذا الشيء عمله. أي أنا واحد من الأشخاص دخل لي راد همين تعاون، قلت له قلت له أوكي سوي لك كذا 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 مبلغ. قال لي هو فيديو دقيق، هو فيديو هلي قالها بالاستهزاء طبعا كلش ضجتاني، لان هو ما يدري انه اني اطول بالفيديو الواحد قاعده على هيك كرسي وميز وراسي مدنج وعلى المايك 7 ساعات اقل شيء، يعني انه حتى اراهم اللقطات. الفيديو من يجي تقريبا من يجي اقل مشاهدات على كل المنصات 3 ملايين، هاي ما جاي اعتباطا، يعني انت 3 ملايين يترقبون الفيديو ماتك، هذا شيء مو هين. يكفي انه عيسى اليوم يقدم خدمه الناس راح تشوفه وتشتري من فلان، أي. تساهم بنجاح فلان، فهذا الشيء متبادل اكيد، أكيد. واني مع جمله وتفصيلا هذا الشيء. أي أي أي. عيسى تقرب لي من المايك وغمض لي عيونك. يلا عيسى حاليا غمض عيونك الفتحة، خلي نسولف وخليك ويا الصوت، خليني اسوي لك نقدر نقول ارشاد صوتي وفكر وتخيل وياي. عيسى حاليا قدامك فيديو دا يمشي. اي الفيديو هذا بي عيسى هو فرحان كلش باول فيديو قاعد يشتغل قدامه، فيديو كلش فرح به، فيديو دا يشوفه حاليا وهو سعيد من كل قلبه، نقدر نقول هيك يعني روحه طايره من الفرح لانه فرح بينشاء هذا الفيديو. اي ارجع لعيسى افتح عيوني، افتح عيوني صرف فيها طبيعه. شنو شفت قدامك؟ فيديو لحمله التنظيف، واحد من احلى الفيديوهات اللي سويتها. صرف على هذا الفيديو. كانت هي الحمله الثالثه سويناها. فاحنا من نكمل الحمله او بنص الحمله انا اسوي فيديو الافتتاحيه، فكان يعني اللي جايين هوايه، فسويت صعدت على الجسر، جسر ما اذكر بالضبط جسر الشهداء او اي اللي هو بصف كل حرار بي. اي فصعدت على الجسر وقلت لهم اتجمعوا وباوعت من جوا اعداد شبابكم، وكنت فخور يعني بشكل مو طبيعي انه احنا بتاثيرنا قدرنا نجمع هاي الشباب اللي نسوي شيء البلد. فبديت أصور الفيديو طبعاً ورفعت، قلت لهم استعدوا، صحت بأعلى صوتي لك رفعت الفيديو كلها صاحت هلا، بحيث الصوت صار الصدى مالته يعني أعتقد الجانب الثاني سمعها ولا يعني كلها بصوت، وعدتها مرة ثانية قلت لهم صوتكم ناصي يعني هو كان عالي، عدتها بكل قوة. كان هاي واحدة من أحلى اللحظات ممكن اللي أنا سويتها على فيديو الحملات التنظيف، يعني شاهدت بيها هواية تفاصيل، إنه إحنا بالغدا جبنا دولمة وقعدت الشباب أكلت ورجعنا التنظيف وجت الآليات وجبنا حاويات ويانا ويا الأمانة، وصار المكان اللي نظفناه حيينا من جديد ضفة دجلة. والحلو أكثر بعد هاي الحملة إنه جتي من المتنبي فتحت بسطيات كتب على نهر دجلة، ما شاء الله. اي كان فشي رهيب يعني. زين عيسى ما بين قبل الشهرة وما بين بعد الشهرة، اي تغير كعقلية؟ أريد شنو تغير بشخصية عيسى؟ كعقلية بشخصية عيسى تطورت. ممكن أنا كنت قبل الشهرة خجول، يعني أنه أستحي أرفع تليفون وإلى آخره، ما عندي ممكن هو خلينا نقول لباقة أكثر بالكلام ممكن، بس بعد الشهرة أو عندي ما عندي احترافية بالتعامل ويا الناس أو بالبزنس، بس بعد الشهرة لا تغيرت هواية أشياء وتطورت شخصية عيسى بنسبة 300% نقدر نعتبرها 300%. أي 300%. عيسى اليوم كل شوية شباب شوفوا مواقع التواصل الاجتماعي يصنعون محتوى لكن ما ينجحون، أهم شنو رسالتك لهم؟ يعني تو تشوفوني لازم احكي وياهم، سمعوكم اي احد انت نويت تصنع محتوى، ليش بدك تصنع محتوى؟ هل اللي عندك يعني خلينا نقول هل اللي عندك تجاره تصنع لها محتوى او انت حاب هذا الشيء؟ دائما بس اقول لك هاي العباره دائما، اذا لا تصنع محتوى اذا ما كنت حابه، إذا كنت حابة راح تستمر بي حتى ما جبت مشاهدات أو تفاعل وتنجح بالمستقبل، بس إذا ما كنت حابة راح تفشل بي. فأصنع محتوى للشيء اللي تحبه دائما.
ايش اقول له بهاي العباره؟ شكرا. شكرا لك. كلمه اخيره يا عيسى. لمن اوجه هاي الكلمه؟ للجمهور وللاذاعه ولكل من يخطر على بالك. اول شيء كل التوفيق لكم. يعني انا ما تخيلت نفسي اليوم انه اجي بذاعه قوات مسلحه وضيف ناس يعني مؤثرين ايجابيين بالمجتمع. فكل التوفيق لكم. كلش متشرف بمعرفتكم وقعدتي هنا والمخرجنا العزيز. كلمه للجمهور، ان شاء الله راح تشوفون اشياء جدا حلوه بالمستقبل كمحتوى من عندي. كونوا بخير وسلامه، والله يحفظ العراق جميعا يعني، ويحفظ كل من يسعى لتطور العراق. بدورها إذاعة القوات المسلحة العراقية سعيدة باستضافتك يا عيسى، وأني شخصا كجعفر شرفت بمعرفتك بأن تكون ضيفي ببرنامجي، برنامج المحتوى. شكرا جزيلا أحبتنا. شكرا لعيسى البداية، شكرا لكم، شكرا لكل من استمع لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج المحتوى الهادف. مثل ما عودناكم ضيوفنا حلوين، ضيوفنا مميزين، ضيوفنا قدموا شيء إيجابي للناس وللمجتمع عامة. شفت وياكم أنا بالتقديم والإعداد جعفر كامل، بالإخراج المبدع كان ياسر جبار. بالختام ما راح نقولكم في أمان الله، بس نقولكم لا كلا في أمان الله.